حيدوا لنا الماء، حيدوا لنا الضوء، دابا الجزر تيكرم، ضيعونا في كل شيء، ما داروا معنا حتى شي حل، ما داروا معنا والو، تنطلبوا حقوقنا. حنا الان ماشي امام واحد الملف اللي كما حاولت السلطات ديال سلا تضليل الراي العام الوطني وتبين هاد الناس كساكنه من ساكنه الصفيح. هادو مستثمرين اقتنوا مجموعه ديال الاراضي من اجل الاستثمار فيها في الفلاحه، وكانت هناك ضيعات كبيره وضيعات اللي بدات تعطي المنتوج ديالها الفلاحي، واللي كانوا كيستغلوا حتى بعض القياد وبعض اعوان السلطه كانوا كيدخلوا لعند هاد الناس وكيدخلوا لهاد الضيعات ويباركون حتى في الاعياد كانوا حاضرين. لنتفاجأ حتى ان الكيان الصهيوني بجبروته وبالظلم ديالو وبالطغيان ديالو لم يصل الى حد هدم البيوت دون حكم قضائي. سلطات سلا واحد الصباح جات هدمت لهاد الناس بدم بارد وحكمت على بالاعدام على مجموعه من المشاريع الفلاحيه في الوقت اللي هاد وزاره الداخليه تقدم مجموعه من الاراضي للمستثمرين الاجانب بشكل مجاني وبمجموعه ديال التسهيلات. هاد الناس شراو هاد الاراضي بالاموال ديالهم، بنوا فيها بالاموال ديالهم واستثمروا ونموا المنطقه بواحد الشكل واضح وظاهر امام اعين السلطات، رغم ان هاد الدوله وهاد الحكومه كتهضر على المخطط الاخضر وعلى العديد من المشاريع ديال النموذج التنموي، ان الممارسات ديال سلطات سلا تختلف كل اختلاف على التيار وعلى التوجه ديال الدوله. راه لا يعقل ان نفس الحالات في مدينه القنيطره اللي تابعين حتى هما الوزاره الداخليه لم يتم التعامل معهم بنفس الشكل، لا زالوا يمارسون فلاحتهم. الدوله دخلت معهم في واحد العمليه ديال التسويه وديال الكراء، بالعكس السلطات ديال سلا جات وهدمت لهاد الناس خارج اطار القانون بدون حكم قضائي وارتكبت مجزره حقوقيه. نحن في الرابطه المغربيه للمواطنه وحقوق الانسان نعتبر ان ما حدث جريمه حقيقيه، يجب على دوله تحترم نفسها وعلى حكومه تحترم نفسها ان تفتح واحد التحقيق جدي كيفاش هاد الناس سكنوا تم وبشحال شراو ولماذا تم الهدم ديالهم بدون قرار لا اداري ولا قرار قضائي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر. انا احد ساكنه البراهمه دوار حفره الدوم. انا بدوري تهدم لي المنزل ديالي. قصه ديالي انا شريت في 2016، شريت تما، خديت انا واحد الضيعه اللي هي صغيره قبل مني، لقيت الناس ساكنين، لقيت انا يعني المكان الدنيا ملوءه عامره ضيعات فلاحيه كثيره. شريت حتى انايا، بنيت، سكنت، عندي جوج وليد تزادوا تما. فات السنه هذه قبل 4 أشهر تقريبا تجي السلطات المحليه بدون سابق انذار او بدون اعلام او بدون وكذلك بدون حكم قضائي، تيجيو اقل من 24 ساعه تيقولوا لك غادي نريبوا لك الا بغيتي غير تحاور معاهم ولا تهضر ولا علاش تستفسر علاش شنو التعويض شي حاجه كذا، هذه ما تعطيوكش وقت. هما واقفين، هما اصلا ديجا واقفين عليك يعني بالتراكسات ديالهم، الات الهدم، القوات المساعده، قوات مكافحه الشغب، قوات الدرك الملكي، لدرجه ان عندي وليدات لحد الان دريه كبيره يعني مازال مخلوعه تتحلم لي بالترياب، كتقول لي ابي دارنا راه هدموها، تنقول لها غير نمشيو نشوفوها فين دابا ديالي، راه بقات مجليه، كتقول لي لا هدموها غيجيو يهدموا علينا الى اخره، يعني سبوا لينا مرض نفسي لا انا ولا حتى الوليدات ديالي. السلام عليكم. حنا سكان البراهم ديال الضيعات الفلاحيه الصغرى في البراهمه السلا. جات السلطه المحليه بدون سابق انذار وبدون قرار او لا سند قانوني، ريبات لنا المنازل ديالنا. ملي تنهضروا على المنازل تنهضروا على منازل ديال 80 حتى 140 متر بجميع المرافق ديالها، بالضاله، بكل شيء. هاد المنازل ولا هاد الضيعات اصلا حنا شريناها على طريق تنازل. التنازل كان بالمباركه ديال السلطات المحليه، يعني التنازل صدقات عليه السلطات المحليه تقسيمات ديال الفيرمات او لا الازقه او لا حتى البني او لا حتى الابار، راه كلشي داير تحت الانظار ديال السلطه، يعني ما درناش حاجه مخبيه. المهم قبل ما يريبوا مشينا تحاورنا معاهم، قال لك حقا هذا قرار ملكي وغادي ندخلوا لكل دار كل فيرما وغادي نعينوها وغادي يكون التعويض على حساب التعيينات اللي غادي على حساب التقييمات اللي غادي نديروا.
المهم حنا ملي سمعنا القرار ديال سيدنا مرحبا مشاو ريبو، كنا مع محضاريين والسلميين ريبو، من بعد الترياب مشينا تواصلنا معاهم، قال لك حقا حنا غير لجنه مسؤوله على الترياب، يعني دوك الوعود اللي عطانا هي وعود كاذبه وواهيه. مشينا عند السيد القائد تمايا، قال لك حنا مسؤولين غير على الترياب. مشينا عند سعاده الباشا، سعاده الباشا قال لك الملف ديالكم راه مبلوكي وراه باقي في العماله، ولحد الان راه حتى شي واحد باقي ما جاوبناش، ومع العلم ان درنا بزاف المراسلات ما عرفت ما يفوق شي 30 مراسله، ودرنا جوج طلبت اللقاء للسيد العامل وما ما ما جاوبناش، وكذلك مراسلات، ولحد الان باقي حتى شي واحد ما دار معنا شي حاجه، مع العلم اننا حنا لهذيك المنطقه راه ايجابيين. لا واحد اليوم كنتفاجئوا كيعيطوا لنا اجيو وراه ما تيريبوا لكم ديك السكن ديالكم، بغاتوا الدوله شنو اللي عطيونا شي اوراق شي حاجه قانونيه باش غتريبوا لينا، شنو تيقول لك حنا غير مامورين، حنا داكشي جاينا من الفوق يعني امرونا.